للأسبوع الرابع على التوالي تسجل أسعار اللحوم البيضاء في أسواق التجزئة مستويات قياسية وصلت إلى حدود 380 ديناراً للكيلوغرام بالنسبة للدجاج المنتوج الأكثر استهلاكاً بعد موجة سابقة من الانخفاضات استمرت لأزيد من شهرين. كنا نشرو فوق 30 34 36 لازم تبيع ب 38 40 تدي هذيك 2000 فرانك في الكيلو ولا دوك ما كاش اللي يقدر لي يعرف له الدجاج هذا كاع يا يهبط يا يطلع يا ينقص لبرا يا يطلع يكون كاين برا يهبط. اليوم بعنا الدجاج ب 36 والدجاج راه غالي وعلى بالك الدجاج في الصيف يكون ناقص على برا يكون ناقص هو كي يكون ناقص يولي يزيد في السومه. هذه الأسعار المرتفعة عن مستوياتها المعهودة قلصت من عمليات البيع. كي كان سومها السعر تاعو هابط كنت كنا نخدمو كما يقولوا كونتيتي كبيرة بصح كي طلع في السومة تولي تخدم لا كونتيتي صغيرة كنت نخدم واحد 700 كيلو 7 قناطر دركا بالك نخدمو واحد 3 قناطر ربعة ما تزيدش القروب بصح نخدمو لا كونتيتي حنا خدموا مع شناوة ليفريو لي شونطي. صعود بورصة اللحوم البيضاء كان له انعكاس سلبي مباشر على القوة الشرائية للمستهلك ذي الدخل المتوسط والمحدود. 35 باشات كي ديسون بو سي بور سا كجي با اشتي مو جا اشتي كو 200 دينار دو فياند هاشي او بيان دو سكالوب. ويخشى المتعاملون في سوق اللحوم البيضاء أن تبقى قيمة أسعارها في أعلى مستوياتها نظراً لتخوف المنتجين من تعرضهم لخسائر بسبب الحرارة وغياب رؤية واضحة لتحركات السوق.